استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم أهالي المحافظة الجنوبية، وذلك في إطار اللقاءات التي يحرص عليها جلالته مع المواطنين من مختلف محافظات المملكة. وقد تشرف الأهالي بالسلام على جلالة الملك المفدى معربين عن خالص التهنئة والتبريك لجلالته بمناسبة شهر رمضان المبارك، رجينا من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته بدوام الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم، وهي تنعم بالخير والازدهار والأمن في ظل قيادة جلالته الحكيمة. كما رفعوا إلى جلالته رعاه الله بالغ الشكر والتقدير على ما تحظى به المحافظة الجنوبية من اهتمام ورعاية كريمة من لدن جلالته، مشيدين بهذه اللقاءات المباركة التي يحرص عليها جلالته مع جميع أهالي البحرين، والتي تعكس التلاحم والتواصل الوثيق بين القيادة والمواطنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الطيب في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي جلالة الملك المفدى، لي الشرف الكبير يا سيدي أن أقف اليوم أمام مقام جلالتكم السامي حفظكم الله ورعاكم، شاكراً ومقدراً لجلالتكم ما جبلنا به من عادة حميدة متوارثة من ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا العربية الأصيلة في التواصل المستمر بين القيادة والشعب طوال العام وخلال شهر رمضان المبارك خاصة. هذا الاستقبال الذي نحمله وساماً على صدورنا ونعتز ونفخر بتشرفنا بالسلام على جلالتكم والاستماع إلى توجيهاتكم الحكيمة. إن اللقاء بجلالتكم هو يوم فخر وعز وذكرى غالية تتجدد في نفوس المخلصين من أبناء الوطن، ويوم تتوحد فيه القلوب بمختلف طوائف المجتمع البحريني وشرائحه بروح الوحدة الوطنية تحت قيادة حكيمة رشيدة تجعل من الانتماء له فخراً والولاء لقيادته واجباً والعيش على أرضه مقدساً. ولن أوفي بهذه الكلمات ما نعيشه من ازدهار وتطور، وأجده واجباً وطنياً أن أذكره في كل محفل، وهو المشروع الإصلاحي لجلالتكم. إن الخطوات الإصلاحية التي خطونا بها خطوات كبيرة منذ تولي جلالتكم سدة الحكم ساهمت في الارتقاء بالمكانة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن قبل الوطن، وما تضمنه هذا المشروع من رؤى ومبادرات فريدة من نوعها على مستوى المنطقة ضرب أروع أمثلة العدالة والديمقراطية والتقدم، وشكل ذلك محل إشادة وإعجاب دولي أضاف الكثير إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالإنجازات، مما مكنها من احتلال مراكز عالمية مرموقة في هذا المجال. ولعل منجزات ومكتسبات السنوات الأخيرة خير شاهد على حجم التطور والازدهار الذي تحقق للوطن. شهر مبارك إن شاء الله عليكم على أهلكم وعلى الجميع، وأنا في الواقع مقدر وشاكر ولاءكم ومحبتكم لبلدكم ولنا، وبالمقابل أنتم تعرفون يعني الحرص على الحياة الكريمة للجميع بإذن الله، والأمن للجميع بإذن الله، والازدهار إن شاء الله، والأيام الجميلة القادمة. شكرا. العام شكرا.